لو اتكلمنا شوية عن الحديث عن ضخ 5 مليار دولار استثمارات سعودية مباشرة، والتأكيد على أنه هذه الاستثمارات غير مرتبطة بفكرة الودائع، لا احنا بنتكلم هنا على استثمارات مباشرة. نوضح ده اقتصاديا معناه ايه ومردوده اقتصاديا كمان على واقع الاقتصاد المصري. الفترة دي يمكن تم إعلان مجموعة أو على فترات، كان في زيارة رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، وكان معهم وزير الاستثمار موجودين في السعودية، وكان تم يعني طرح مجموعة من المحددات زي موضوع الاستثمارات المصرية السعودية أو السعودية المصرية. اللي محدش ممكن يركز معاه قوي ان الاستثمارات السعوديه متغلغله اصلا في السوق المصري، احنا عندنا كم او حجم استثمارات بيوصل تقريبا من 32 ل 35 مليار دولار استثمارات سعوديه مباشره في السوق المصري. فدي نقطه. النقطه الثانيه، لما يجي النهارده البنك المركزي المصري والحكومه المصريه لديها توجه واضح وهو استقلاليه الاحتياط النقدي لدى البنك المركزي في مصر، فالنهارده لما تم اعلان ان في 5 مليار دولار وبعد كده في 10 مليار دولار اخرى، ال 10 مليار دولار دول هيكون من ضمن الودائع السعوديه الموجوده في مصر، ثم 5 مليار جديد. عايز اقول لحضرتك ان الرقم ده مش قليل في سوق الاستثمارات الدوليه، وخصوصا ان السعوديه دلوقتي مركزه معاك في نقطه ثانيه خالص، وهي نقطه مش بقى الناحيه المعماريه، لا ده العكس، يعني بدون ما تقصد او يمكن تقصد انها بتتكامل مع الاستثمار الاماراتي في راس الحكمه مثلا، او الضخ مجموعه من الاستثمارات في قطاعات بقى السياحه وغيرها، لا انا داخل لنقط معينه اللي هي نقطه التعدين، وكان دي معلومه عندنا كصحفيين ان هو هتتوسع في يعني في اي القطاعات تحديدا، يعني قطاعات التعدين وقطاعات البترول طاقة والنفط وقطاعات الغاز، حتى اللي هي المفروض الحقول بتاعه النفط وحقول الغاز الطبيعي هي هتدخل تنميها، تضخ استثمارات ترفع. هنرجع مره ثانيه طبعا يعني رجوع لانتاج الغاز من حقل ظهر، وده هيحل ازمه اقتصاديه كبيره جدا. انا عندي نقطه طبعا النقطه بقى، بس يعني نسيب موضوع الغاز شويه، بس انا بتكلم في نقطه اللي هي الاستثمارات. انا الاستثمارات دي هتترجم عندي لدولار هيتضخ في السوق المصري، وبالتالي انا عندي ازمه تمويل اصلا متواجده وفجوه تقدر حتى الان بحوالي 75 مليار دولار على مدار الثلاث سنين الجايين. فالفجوه دي بتتسد بكم الاستثمارات المتواجده في السوق، وبالتالي بقلل الاعتماد على الاموال الساخنه وغيرها. النقطه الثانيه المهمه جدا ان انا عندي كم كبير من الضرائب هيتدفع. صحيح مصر هتقدم برضه وبتقدم اعفاءات ضريبيه واعفاءات جمركيه بالمثل، بس في النهايه في ضرائب، عندي فرص عمل بتتواجد، عندي سوق المفروض ان انا بنوع فيه فرص العمل المتواجد، عندي منتج هيتصنع على الاراضي بتاعتي، وعندي قيمه مضافه هتضاف للحقول الغاز وعندي والاقتصاد القومي، فبالتالي يبقى في عمليه تنميه حقيقيه متواجده على الارض. يعني حضرتك تقول ابرز القطاعات اللي هيكون فيها استثمارات سعوديه في مصر هي قطاع التعدين وقطاع الطاقه بشقها الثنائي او الثلاثي، اللي هو فيما يخص الغاز الطبيعي المحروقات والسولار والنفط وحقول النفط، لان مصر بتتوسع الفتره الاخيره في عمليه حفر ابار وسواء غاز او نفط. الناحيه الثانيه الكهرباء، سواء الطاقه الشمسيه او حتى الطاقه اللي هي الكهربائيه، اللي هي محطات الطاقه اللي هيتم وعمليه ربط الكهربائي ما بين مصر وما بين السعوديه. النهارده الكهرباء المصريه هتتواجد في السعوديه طبعا، دلوقتي اللي بيشوفنا هقول واحنا عارفين نكفي الكهرباء داخليا، لما هنكفيها خارجيا هقول لحضرتك ان انا ما عنديش مشكله في البنيه التحتيه للكهرباء، انا عندي محطات تقدر تخليني اعمل قدرات ربط كهربائي كويس جدا، لكن المشكله عندي في عمليه التشغيل.